اخبارك؟ تمام والله. والله اخبارك، انا ببص في التليفون لقيت رن علي 10 ولا 15 مكالمه. خبر ايه يا ابوي؟ ما في شيء كده يا ابوي، انا ما كنت ماسك كروانه، مش عارف اكلمك ازاي يا شيخ، وجيت من الشغل عليك انت على طول. والله يا عم ربنا يقويك. ايه معاك؟ ما الشيخ عزيز زبط على الجواز. تتجوز يا لا 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 لا، الف مبروك مقدما يا ابوي، ربنا يتممك بخير. الله يخليك يا شيخ. شقتك انت داي؟ ايجار ولا فين؟ هي عايز تعمل فيه ايه؟ عايز الجو مظبط عشان يتجوز. صلى على النبي. مبارك ان شاء الله. اصرف بس عليه، ده انا بملك عادي حاجة بتاعته. انا اتصلت بك ليه؟ عاقل شباب؟ انا عاقل. ما هتصرف كثيرة دي. بس قول لي متفضل يا خالد. شوف انا هتصرف قد ايه. انا هوقع لحد دي خالد. اللي انت شايفه. طيب تمام يا باشا. اقعد كده عشان ايه الموضوع طويل. تعال عم حي مستعد للجواز انت؟ ان شاء الله. مسؤولية يا ولدي. ان شاء الله. بسم الله. بص يا ابوي. تفضل. انا ما اشوفي. تمام. عاوز سباكي. ايوه. عاوز الكهرباء. ايوه. عاوز بلاط. ايوه. عاوز انا شقي. فاهم انت؟ تمام. سيراميك ومش عارف. بص كثير. شيك يعني. انت معاك كامل كبير؟ معي 50. لا بقول لك انت بتهزف معايا ليه؟ طيب يا لي، ما انت شايف اهو، هل هد الحيط او نبني الحيط او ويعني موضوع كبير؟ طب عايزين نلم نفسنا. ده كله مطبل ده. ببيع الحاجة. ما هيصرف كتير ده. طب كام؟ احسب لي سباك لوحديها وكهرباء لوحديها. ما سباك اخش عندك حنفيات وكعان وبلعات حسبة كام؟ كل حاجة ليها رقمها عشان اعرف اظبط حالي. يعني دلوقتي شوف الحنفية بكام؟ بكام؟ الحنفية عاملة 30 جنيه. 30 جنيه، عايز كام حنفية؟ احسبها كام؟ انت هتجيب حنفية؟ ما اجيبها يا ريت مالك. اجيب لها. طيب خلاطات يا معلم، تعمل كده تفتح، تعمل كده تقفل. خلاطات. ده في موضوع كمان من غير يد خالص، تحمله قلب تحت ايدك اللي يخر على طول. مش عارف سمعت علينا الكلام ده في التلفزيون، تحط يدك. مش فاهم ازاي يعني، في حاجات غير كده. المهم خلينا موضوعنا، وانت هتقضي. تمام هتقضي. هتعمل ايه؟ هتصرف كام؟ ما احنا نقول بص، انا قلت لك معايا 50، انت قول لي هتصرف كام على بعض. انت 50 بتاعتك دي هتروح تعمل الحته اللي قدام باب البيت عشان تفتح على عيلة. تسويها؟ ايوه اخرك كده، تعمل لك مصطبه وتقعد عليه. اما هتقول لي 50 تعمل شقه وبيومين. طب لا تبيعها احسن. ما احنا بص تقول احنا نحط عليها 100 يا تاج ونطبق امورنا. اما لما يتجوز هتفكر. مش انت بتقول كده يا ولد خالد؟ لا بشجع اعتبرها تاخد 150 ده مبني. اما لو هصب ارضيه وهي دي مبنيه، ده كله مبني يا راجل. الله يحرق ابو الجواز على عمر الجواز. انت شد بالي بال 50,000 على كد بقى على الجواز. اعملها مكنة. الله يسامحني. انا اقول لك اقتراح كده. نفلت بنت الناس. بس ما اسمعني بس. اه. اللي تجوزوا قدوري. سيبك يا صاحبي، تصرف لك 150 ولا تصرف 200 وليش تعوز لك فرح وعاوز لك شبكه وعاوز لك هديه وعاوز لك لبس انا موال تعني كبير 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 يا ولد. طيب سيبني من الجواز. انت خلي بالك هتحسبوا عليك في الجاي. لا ماشي. ما عشان ما تبدلش بنات الناس. طب ولا في رقبتنا زي اللي خططناها؟ ما انت في رقبتك دي عاوز تعمل 300,000 جنيه. ما هي رخص الجواز يا بلاش تتجوز. هم مش هيرخصوا، احنا مش هنتجوز. بس هو ده اخرتنا ان احنا الناس مش هنتجوز مع الغلو واللي حاصل والدنيا وده يشدوا ابو العروسه يشدوا ابو، وفي الاخر ما بيحصلش جواز. ليه؟ طب وعليه ما خلاش ما نتدخل مع بعضينا، الدنيا هتمشي والدنيا هتبقى حلوه والناس هتتجوز سواء بنات ولا اولاد. الحياه هتبقى حلوه. كل سنه وانتم طيبين.